السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج الانريل بيمتاز بخصية حلوة قوي اللي هي بلو برينت، ودي بيديني بيئة اقدر من خلالها ابرمج من غير ما اكتب اي شفرات او اي اكواد. على سبيل المثال انا عايز اخفي العنصر دوت اول ما ابدأ اللعبة، يعني هو موجود اصلا هوت مش مخفي، عايزه يختفي اول ما ابدأ اللعبة. طيب ايه الخاصية اللي تتحكم في ظهوره واخفائه اللي هو في الرندرنج في زاويه؟ طيب انا دلوقتي هفتح البلو برينت واقول له انا عايز اوبن ليفل بلو برينت، فاهم معايا بالشكل دوت؟ عايز ابدا اقول له ان انا محتاج ده بالزيت او العنصر ده انا عايز اضيفه هنا، فهعمل سيلكت على العنصر وبعد كده هاجي هنا اروح دايس رايت كليك واقول له كرييت ريفرنس تو بيج وول، بقى موجود هنا ان انا اقدر ابرمج حاجه جوه البيج وول. طيب انا عايز الحاجه دي تحصل امتى؟ ممكن نخليها اول ما اللعبه تبتدي، اول ما اللعبه تنتهي، اول ما حاجه تخبط فيه، يعني في حاجات كتير نقدر نبرمجها. طيب انا ممكن اجي هنا واروح اقول له انا عايز ايفنت اللي هو اسمه بيجن، يعني اول ما اللعبه تبتدي ايفنت بيجن بلاي اهو. طيب انا عايز ده يتبرمج على ايه؟ على الفيزيبيليتي، فاقدر اسحب كده واسيب فيقول لي بقى انت عايز تبرمج ايه. احنا قلنا انها موجوده في الرندر، فتقدر تجيب الرندر من هنا او تقول له فيزابل، هتلاقي خاصيه اسمها توجل فيزابل فيزابيليتي اهيت. طيب انا عايز اقول له ان الحيطه دي هتختفي امتى؟ لما اللعبه تبتدي، اروح واخدها كده واسحبها كده، اجي اسيف الشغل بتاعي واقول له بلاي، هبص الاقيها اختفت. طيب انا عايزها تظهر لمده ثواني وبعد كده تختفي، اعمل ايه؟ يبقى استخدم ديلي اهو. طيب هقول له الديلي ده المفروض يبقى قد ايه؟ ممكن تكتب كده تقول مثلا ايه ثانيتين، او تقدر تدخل له برامتر خاص بيه الثواني. انا هسحب اهوت وبعد كده هسحب دوت اوصله دوت. يبقى هي الفكره كلها ان هو هيشتغل بس بعد ثانيتين. هسيف واروح قايل له بلاي وابدا اوصل العنصر او موجود واختفى. امتى؟ بعد ثانيتين. تمام. طيب نقدر نقول له مثلا لا خليها مثلا بعد 5 ثواني. نسيف نقول له بلاي، نبدا نبص العنصر هو موجود مش هيدوس على اي حاجه خالص، قد 5 تختفي. فدي تقدر تخفي مثلا لايتنج موجوده، اي حاجه انت حاسس انها عايز تخفيها تقدر تخفيها يعني.